اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الجزء الأول من أسرار الزواج الناجح، وقلنا ايه ده، هو في زواج ناجح وزواج مش ناجح؟ واحنا مع بعض اتكلمنا شوية في جزء من أسرار الجواز الناجح. هتفيد مين؟ هتفيد المقبلين على الجواز أو المتجوزين فعلا. ممكن نحط نقطة ونبدأ من أول السطر بداية جديدة وجميلة نستعيد بيها حياتنا السعيدة. أنا فريدة مع برنامج مع فريدة، وربنا يهدي سرك. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بعض من أسرار الزواج الناجح. احنا جماعة كناس مقبلين عن اللي على الزواج او متجوزين، بنتمنى ان جوازنا يبقى كويس، جواز ناجح، جواز سعيد، جواز مش طول الوقت نكد وبوز، خناق، تنام معيطة، يسيب البيت. العلاقات الزوجية علاقات قاسية، قاسية كمان في استمراريتها. احنا بنحاول طول الوقت ان احنا ننجح جوازنا، طب لو معرفناش هنستسلم. هتلاقي نفسك وهتلاقيها قاعدين بتدوروا في دايرة وبس. انا بروح الشغل الصبح، برجع من الشغل، اتغدى، انام لي ساعتين، اصحى انزل اقعد معاك على القهوه مع اصحابي، وارجع على النوم علشان اقوم الصبح اروح الشغل. وهي تصحى من النوم الصبح تجهز سندوتشات وتجهز عيال وتلبس عيال وتفطر عيال وتروق مطبخ وتجهز ممكن الغدا، نص الغدا كده، نص سوا على الصبح، وتلبس وتنزل تودي المدارس وترجع العيوات، غير هدومك، تشطف يا حبيبي، واقفة في المطبخ بهدومها عقبال ما تجهز الطبيخ عشان ابو اشرف جاي، يقعد يتغدى ويخش. هي بقى بتفضل دقايق، كل واحد بقى بيبقى بيلف في دايرته وملوش علاقة بالتاني. انا بروح اشتغل واجيب لهم فلوس وبقى اتغدى واريح ساعتين وانزل عليها وارجع انام. انا بروح الشغل واروح المدارس وارجع من المدارس وارجع اعمل غدا واذاكر واودي تمرين واودي دروس وارجع اذاكر تاني، وانا بروق المطبخ وبغسله وبمسح وبروق وبكوي عشان في اخر الليله ترمي انام عشان اصحى الصبح امشي في نفس الدايره. انت ماشي في دايرتك وهي ماشيه في دايرتها وعايشين وبتقولوا ان هو ده الجواز. لا يا جماعه، مش هو ده الجواز، مش هو ده الجواز. ربنا لما خلق الجواز قال عليه مودة ورحمة، واحنا ضفنا عليه حب ورومانسية وحياة جميلة. انا بحب جوزي، بحب اقعد معاه، بحب اتكلم معاه، وانا بحب مراتي، بحب وجودها في البيت، بحبها نخشة، بحب اكلمها، بحب ضحكها، بحب. هو ده الجواز. انما اني اشتغل عشان اجيب فلوس يصرفوها، وانا اشتغل او ست بيت اغسل واطبخ وامسح وكل واحد ماشي في دايرته، لا ده مش جواز خالص. اللي مقبلين على الجواز ممكن الحلقة اللي فاتت وتكملتها الحلقة دي يفيدهم شوية، واللي متجوزين زي ما قلنا ممكن نحط نقطة ومن اول السطر انا قررت تقعدي معاه وتتفقي معاه والكلام يبقى واضح وصريح ان انت قررتي ان انت عايزه جوازك يبقى سعيد،
وقلت في الحلقة اللي فاتت لما تحبي تقعدي القعدة دي لازم يبقى كلامك واضح وصريح ومباشر، لأن الراجل ذو خلية واحدة في دماغه لازم تقولي له كلام كده، لا تقولي له بقى بيفهم ما بين السطور، ولا تقولي له الحدق يفهم، ولا تقولي له لو مهتم كنت عرفت، ملوش دعوة بالقصة بتاعتك دي، قولي له عايزة ايه من الآخر هو هيعمله، لا قولي له مش عايزة ايه هو مش هيعمله. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أسباب الزواج الناجح اللي هي حوالي 5 6 نقاط كده، يا ريتكم تشوفوها عشان هنكمل عليها النهاردة. وكان من أسرار الزواج الناجح اللي اتكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت، كانت أول حاجة إنك أنت تتفقي أنت وهو إن في فروق جسمانية وعضلية وعقلية بينك وبينه، وإن كل واحد لازم يعرف اللي ليه واللي عليه، هيوفر كتير من الوقت اللي بنقضيه في النجد والبوز والقرف والخصام والزعل والعياط. تاني حاجة، أثر الخبرات النفسية السابقة الفاشلة، كل واحد في حياته هو نتيجة تجربة خاصة ليه، أنا ما ينفعش تجربة فلانة أطبقها على حياتي، وأنت ما ينفعش إن تجربة فلان تطبقها على حياتك وتبقى قاعد متوجس كده إن هي هتعمل فيك زي ما طنط عنايات عملت في جوزها، وهي هتبقى خايفة إنك أنت تعمل زي عم أشرف لما عمل. أنت وهي ليكوا علاقتكوا وزواجكوا اللي أنتوا عايزين تمشوه على دماغكوا عشان ينجح. تالت حاجة، ان انت وهي ما تتوقعوش اشياء غير واقعية في الحياة الزوجية، لانكم انتوا داخلين حياة زوجية مش داخلين الجنة، في حاجات هتقع، في حاجات هتبقى وحشة، في خلافات، في زعل، بس احنا نجتاسه بالمرادية والمسامحة والتعدية في الحاجات اللي هي ممكن تعدي. رابع حاجة، التركيز على أفضل ما في الشريك، لأن كل واحد فينا فيه الحلو وفيه الوحش، الحلو بنمسك فيه والوحش نعديه، نكبر دماغنا مدام الحاجة أو الصفة السيئة دي من نوع اللي هي كبر دماغك يا عم مش مهم تعدي. خامس حاجة، اجعل من شريكك أفضل صديق، ودي احسن حاجة موجودة في الاسرار اللي انا بقولها، ان انا لما تبقى مراتي صاحبتي ولما يبقى جوزي صاحبي بنقضي وقت طويل قوي مع بعض، بنتكلم بنتحاور بنتشاور بناخد نصايح بعض وبناخد مشورة بعض، طول ما قاعد في البيت مش قاعد متكتف حبيب قلبي ماسك الريموت وماسك بيبص للتلفزيون وهي ماسكه التليفون على الفيس، ولا داخله بتذاكر للولاد وهو في حته وهي في حته، لا تعرف بيشتغل ايه ولا بيعمل ايه ولا بيكلم مين ولا بيصاحب مين ولا مين زعلان منه وهو كده كمان. سادس حاجه بقى اللي هي الجديده معانا في حلقتنا النهارده، اقضي افضل الاوقات معا. يعني النهارده في فيلم حلو جاي في التلفزيون، ابقى مكلمه جوزي من قبلها بيوم، ده في فيلم وهنتجمع ومش هنتفرج عليه من غيرك، اصلي في حاجه حلوه هنروحها، لا احنا مش رايحين من غيرك، حبيبتي النهارده ده في ماتش حلو قوي للاهلي، بس انا عارف انك ما بتحبيش الكوره، بس انا عايزك تبقي جنبي كده علشان خاطر انا بتفائل بيكي. تصنعت، خلقت جو حلو، خلقت جو حلو ومش هيبقى حلو الا بوجودك جنبي، الا بوجودك جنبي. انا مش هاجي اتفرج معاك وخلاص والله، وانا كمان مش متفرجه، ايه يعني التلفزيون وايه يعني الفيلم، الوقت ما بيبقاش حلو الا بوجودك يا حبيبي، الوقت ما بيبقاش جميل الا بوجودك يا حبيبتي. طيب لو في بقى اصلا حدث اجتماعي أسري مناسبة فعلا سعيدة، أنا مش هاجي إلا مع جوزي، أنا مش هروح إلا مع مراتي، أنا مقدرش أقعد في مكان في مناسبة حلوة أو في كده إلا ما تكون جوزي معايا، إلا ما تكون مراتي معايا. طيب
مفيش بقى ولا حاجة من دول. ما تيجي كده كل شهر، كل أسبوعين نعمل رحلة أنا وأنتوا والعيال كده، ناخد مركب في النيل، نروح الحسين، نروح مش عارف إيه، نغير إيه يا عم بلاش ده كله. خد مراتك والعيال وروحوا على ناصية الشارع في محل عصير قصب وحاطط كام كرسي وكام ترابيزة قدامه، روحوا اشربوا عصير قصب وقعدوا على الترابيزة وغيروا جو كده، وقعدوا اضحكوا والعبوا سوا واتكلموا في جو. أنا ما قلتلكش بقى اصرف 30 40 ألف جنيه في رحلة أها على ناصية الشارع في محل عصير قصب، حاطط كام ترابيزة، روحوا اقعدوا على ترابيزة فيهم وغيروا جو واتكلموا، اصنعوا لنفسيكوا ذكريات حلوة في مكان جديد. فاكر لما كنا قاعدين من عند بتاع البطاطا وحصل مش عارف ايه؟ اه والله نضحك ونهزر، اخلقوا جو سعيد ليكم. سابع حاجة الإعراب عن المشاعر. أنا قاعدة أنا وجوزي بنتفق إزاي نخلي جوازنا سعيد. طب يا حبيبي لو سمحت ممكن تبقى مشاعرك واضحة وصريحة وفيها شوية رومانسية كده وحب؟ أو ممكن أو مش ممكن على حسب طبيعة الراجل، هتكلم في الموضوع ده دلوقتي. بس عموما أنا كست لما جوزي بيجيب لي حاجة، تسلم إيدك يا رب يا حبيبي ربنا يخليك ليا، في وقت صفا كده وجميل أنا مش عارفة يا حبيبي أنا من غيرك كنت عملت إيه، أنا سعيدة أوي في حياتي معاك، شوية دلع ورومانسية وكلام حلو. الست بتحب تسمع الكلام الحلو. انا اه واحنا قاعدين بنتفق انا وانت كده ازاي نخلي حياتنا سعيدة، انا عايزة اقول لك وافهمك ان انا بحب اسمع الكلام الحلو، تقول لي كلام حلو. حاضر يا حبيبتي، هقول لك بحبك ووحشتيني ويا بيبي، هقول لك كل الكلام اللي انت عايزاه. اه انا كده اترضيت، بس انتي مش فاهمة ان الراجل كمان بيحب يسمع كلام حلو. اه بيحب يحس انه سندك وظهرك وهو متحمل مسؤوليتك. لسه قايلة دلوقتي اما يجي يجيب لك حاجة تسلم ايدك يا حبيبي ربنا يخليك ليا، انا مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه، انت حياتي، انت بابا وانت ماما وانت انور وجدي. اه الراجل بيحب يسمع كلام حلو زي ما انت بتحب تسمعي كلام حلو. طب بقى في رجالة ما بتعرفش تقول كلام حلو، هي تقولك كده انا ما بعرفش اقول كلام حلو، طبيعي يعني مش مهم. ما هو ممكن ما يقولش كلام حلو بس لما تكوني تعبانة يقف يغسل المواعين، ممكن ما بيقولش كلام حلو بس لما بتكوني تعبانة شوية ولا سخنة شوية ياخد اجازة من الشغل ويقف يطبخ لك شوربة خضار وحتة لحمة ويأكلك بإيده ويجيب لك العلاج، اما بتكوني زعلانة هيكون بيتجنن علشان يرضيكي، ما يقدرش ينيمك مغضبانة، ما يقدرش ينيمك دمعتك على خدك وتقولي لي ده مش حب، ده حب الحب يعني. المهم ان احنا نعبر عن مشاعرنا لبعض، لو هو ما بيعرفش يقول كلام حلو تصرفاته بتقول ان هو بيقول ان هو بيحبك، بس المهم انك تتفقي انت وهو لو كان راجل بيقول كلام حلو خلاص يا حبيبي انا بحب اسمع كلام حلو وحبيبتي انا كمان بحب اسمع كلام حلو. تامن حاجة معانا النهاردة الاعتراف بالخطأ وطلب الغفران. اعترف بالخطأ وطلب الغفران. ايوه يعني انا لما بغلط فيك، انا لما بزعلك باجي اصالحك، وانت المفروض لما انا ازعل لما انا اتضايق تيجي تصالحني. طب اصالحك بس؟ لا احنا كستات شرقيات مصريات بالذات عندنا حتة التخزين، عندنا كده كيس متعلق ورا الباب رايحين جايين نحط فيه، احنا بننسى بس مش بنسامح، يعني احنا بننسى سبب الزعل بس ما بسامحش على الاثر اللي بينتجه الزعل. والله ده احنا مره زعلنا مع بعض وراح مد ايده عليا، الراجل جه صالحك وبس ايدك وبس رجليكي، بس لا بيفضل الموضوع متخزن، يروح ويجي الزمان ويقول له انت فاكر لما عملت كذا كذا ومديت ايدك عليا. احنا ما بننساش. يبقى لما حد بيغلط في حد وبالذات لما انت تقرر ان انت تصالحها لازم تتك قوي
وتتأكد إن هي مسامحة من قلبها من جوه الجوانية علشان تبقى ضامن إن هي مش وهنتكلم في النقطة دي تاني بعد كده. لازم لما حد يصالح التاني يحسسه فعلا إن هو غلط وندمان ومش هيعمل كده تاني، عشان اللي قدامه يتقبل مصالحته ليه بصدر رحب. تاسع حاجة تكملة للثامنة، لا داعي لذكر أخطاء الماضي. لسه كنت بقول والله احنا في خناقة، انا ممكن اجيب لك القديم والجديد والقريب والبعيد، لدرجة ان انا ممكن اجيب لك سيرة ان انت وقت ما جيت تطلب ايدي جبت لي شوكولاتة العبد وما جبتليش لابوار، استرخصت يا معفن. يعني ممكن تكون متجوزة بقالها 25 سنة بس وقت الخطوبة جاب لها العبد ما جاب لها. انا كان جدي الله يرحمه كان يقول الست ليها خرج، خرج ده حاجة كده بتتحط على الكتف بيبقى في جيب من قدام وفي جيب من ورا، كانوا بيستخدموه الناس زمان اللي كانوا بتمشي على البيوت تبيع، فكانوا بيحطوا في الخرج ده ايه الحاجات اللي هما بيبيعوها. فكان بيقول لك ايه، الست لما تزعل لما تفرح تحط في الخرج من قدام، ولما تزعل تحط في الخرج من ورا، بعد المصالحة حتى تحط في الخرج أول ما جوزها يجي يزعلها تاني تقوم قلبة الخرج جايبة اللي قدام ورا واللي ورا قدام، وجايبة الزعل بقى وتطلع بقى من أيام الخطوبة وأول سنة جواز وقت ما كنت بولد وقت ما أمك كلمتني أول مرة وتفضل تعاير تعاير. أكتر حاجة يا جماعة الراجل بيتخنق منها وبيتضايق منها وبيقرف منها من مراته، صدقوني صدقوني صدقوني، حتة إن هي مع كل خناقة تجيب الكدي القديم البعيد وتيجي تحطه له في وشه. وممكن تختم بقى الموضوع ما انت ما عملت لناش حاجة، انت مالكش لازمة، انت مش عارف ايه، بتبوظ كل حاجة في اي حاجة، بتبوظ العلاقة. احنا اتخانقنا دلوقتي على حاجة انا صالحتك واتأكدت ان انت سامحتي، يبقى ما نجيبش سيرتها تاني لما نيجي نتخانق تاني. احنا اتخانقنا في الخروجة الفلانية النهاردة، خرجنا واتخانقنا، ما روحش البيت اقول لك ما انت الخروجه اللي فاتت عملت كذا واللي قبلها عملت كذا، ما هو انا صالحتك فيهم دول، انا دول صالحتك فيهم وقلنا صافي يا لبن حليب يا زبادي، ليه بقى بترجعي تتكلمي فيهم تاني؟ لا ما هو انا هنسلك. بالله عليكي انسي، وانت برضو ما هو انت برضو مش ملاك، انت بقى لما بتيجي تقول ما انت فاكره يوم حصل ومش حصل لان الصفه دي مش في الستات بس، في الستات والرجال. فلازم انت وهي، انت وهي تلموا كل اللي حصل قبل كده وتحطوه في كيس زباله وتديه لعم محسن البواب يرميه. احنا لما هنيجي نتخانق النهارده هنصالح بعض النهارده، هنطلب الغفران النهارده، مش هنعمل تاني كده، وهنتاكد ان احنا مسامحين وخلاص، لان صالحنا نلم بقى المشكله دي في كيس زباله ونرميه ما نتكلمش عليها تاني. عاشر حاجه معانا النهارده يا بنات او يا جماعه، مفاجاه الشريك من وقت لآخر. بص الحتة دي دايما كده احنا بننساها او بنتناساها بنطنش، يعني بيقول لك ايه عن الهدية، في مثل كده زمان كان يقول لك ايه، تهادوا تحبوا، معرفش مثل ولا حديث شريف، تهادوا تحبوا. ما هو انا مثلا ببقى قاعد في الشغل والناس تعدي كده بتبيع توك وفانيلات وشرابات وفلايات، مين يقول هات؟ ما فيهاش حاجه لما تجيب لها، تجيب لها توكتين، جيب لها سكارف، جيب لها شرابين، اي حاجه. لما هي لما انت تروح وجايب لها الحاجات البسيطه دي اللي هي بربع جنيه هتبقى فرحانه جدا 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 فوق انت ما تتصور. ده فاكرني، ده مش ناسيني، ده لما شاف الحاجات دي قرر ان هو يجيبها لي، يعني انا دايما في باله، يعني انا دايما في قلبه. شوف بص 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 كل الكلام الجميل ده اتقال بتوكه بربع جنيه، اتقال بشوكولاتايه باتنين جنيه وانت جاي، كل الكلام ده اتقال. وانت برضو
ما فيهاش حاجة لما تنزلي تشتري فساتينك ومكياجاتك وإشارباتك وحركاتك ومراكاتك تفتكريه بجوز شربات، تفتكريه بجرافطة، تفتكريه حتى أقول إيه بأي حاجة. والله لو مشت، لو فرشة شعر برضه هيقول نفس الكلام الجميل، دي فاكراني، دي حباني، دي مش ناسياني، ده انا في قلبها، ده انا في عقلها. كل الكلام ده اتقال على فرشة بربع جنيه. الموضوع سهل وبسيط، والله العظيم سهل وبسيط. يبقى احنا ما نستناش بقى عيد الام، عيد الجواز، عيد الطلاق، عيد رأس السنة، عيد الطفولة عشان نقدم هدية. زي ما قلت بين وقت والتاني كده، وهدايا رمزية عادية بس هتفرق مع الشريك كتير قوي 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 قوي، وفي حياتكم الزوجية كتير جدا جدا جدا. حاجة بسيطة بجوز جنيهات هتغير حياتكم. السبب الحداشر من أسرار الزواج السعيد، ليكن عندكم حسن الفكاهة. والله احنا كشعب شرقي ومصري بالأخص، احنا بيقولوا علينا احنا شعب ابن نكتة، بنحب نضحك ونهزر حتى على مشاكلنا وحتى على اوجاعنا وحتى على اي حاجة، حتى لو وحشة في حياتنا احنا بنتريق وبنقلش عليها وبنقعد نهزر. طيب تمام جميل الكلام ده بره، طب ليه ما نخلوش كمان جوه؟ انت شايفة قاعدة مبوزة وضربة لك الازدال وزعلانة منك، امشي كده قلش عليها قلشة، قول نكتة، اضحك ضحكة وهي ماشية كده زغزغها، غير الموت. انتوا قاعدين ولا زعلانين ولا فرحانين، قاعدين تتفرجوا على التلفزيون، ما تجيب مسرحية كوميدية وقعدوا اضحكوا مع بعض. ولا ايه ده، ولو مسرحية اتفرجتوا عليها 10,000 مرة قبل كده هتضحكوا عليها تاني، وهتقولها ايه ده، ده بص فؤاد المهندس عمل ايه، لا ده بص سمير غانم عمل ايه، ده بص مش عارف ايه، وهتقعدوا تضحكوا وهتغيروا نظام البيت وشكل البيت الكئيب. الضحك بيكسر حزن كتير قوي وكآبة كتير قوي، ووقت طويل قوي بنقضيه في الكآبة دي. مجرد ان انت تضحك، مجرد ان انت تهزر، ما يبقاش انت ما شاء الله بقك من هنا لهنا بره وتهزر وتقلش وتضحك مع اصحابك، واول ما تدخل البيت بوزك شبرين. ليه؟ هو انت واخدنا مع الغنم؟ هو احنا فاكرنا ان احنا ايه يا بابا؟ ما هو بره زي جوه. وانت كمان الراجل بيضحك وبيهزر، ما تبقيش نكديه ومبوزه، يعني هو عمال يضحك ويهزر وانت قاعده برضو مصممه على البوز. لا خلاص ضحك وهزر، امشي معاه على الوتيره، وبعد ما تضحك وتهزره قول له بس انت ضحكت يا اخويا كده وهزرت وفاكر الموضوع مشي، لا انا لسه زعلانه. هيقول لك والنبي يا ام اشرف تزعلي ازاي، ده انت العين والنني والقلب والفشه والكليه، وهيصالحك والدنيا هتمشي وتبقى زي الفل. حبايبي انا اتكلمت في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت عن اسرار الجواز الناجح. انا عملت اللي عليا، جمعت شوية حاجات كده واتكلمنا فيها. انت حبيبتي لسه هتتجوزي، لو شفتي الحلقات فكرتي بعقلك وقعدتي مع خطيبك وحطيتي الخطوات والاسس دي، صدقيني هتوفري على نفسك ايام وشهور وسنين كتير من النكد. وانتي حبيبتي لو متجوزة ومصدومة وفي الجواز ومش هو ده الجواز اللي كنت بحلم بيه وبتمناه، اللي هو الجميل اللطيف الرومانسي اللي كله لعب بالدباديب وضرب بالمخدات، ولقيتي نفسك كده مهروسة تحت عجلة الحياة، ممكن تقعدي مع جوزك وتقولي له احنا عايزين نبدأ حياة جديدة نبقى فيها سعادة مع بعض. هتتكلمي بوضوح وبصراحة وبشكل مباشر، ما تقولوش الحد يفهم، او تتكلمي وتقولي يفهم ايه، يفهم هو ما بين السطور الكلام دوت، انا كررته كتير عشان يا رب تفهميه. ياريت اللي انا قلته يقدر يغير حياتكم للاحسن، علشان ربنا يهدي سرك، ومع فريدة ربنا يهدي سرك.